اين وكيفكم؟ الحمد لله الحمد لله، اين استغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ولما بغاو الشيخ تهدي جهنم متقرع له يطيب على كوك. اما بعد عباد الله، في بعض العلماء يختلفوا، يقول لك لا حرج ان لامستم النساء بعد العصر مباشره. ما الحكم في من يستهزئ بالدين اضحاكا للناس؟ هذا واضح، حكم انه كافر. من استهزأ بالدين سواء جادا او هازلا او لاجل ضحك الناس فهو يكفر بعد ايمانه. الدين ليس محل للاستهزاء ولا للسخريه. قال ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان. كل من استهزأ بالله او برسول الله صلى الله عليه وسلم او بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كافر مرتد، يجب عليه ان يتوب الى الله.